بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 7 جمادى الآخر 1444 هجرية. أنتم معي نورزات الحسنى زهر الليل في برنامج جلوبال الهجرة العربية. من المعلوم أن الأرجنتين فازت بكأس العالم هذا العام بعد منافسة شرسة في النهائي ضد فرنسا. خلال مباريات الكأس المرموقة أيضا تشهد التنوع وتقلبات المزاج تلون كل المنتخبات المشاركة. قصص جمال الإسلام التي تم تداولها في قطر سمعت أيضا في المونديال، بل أصبحت العنوان الرئيسي بين مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم. ومن الأمور الشيقة التي نود أن نشاركها حماسة الشعب الياباني الذي أتيحت لهم الفرصة لزيارة المساجد في الضحى. هاجي كيوشيرو سوجيموتو هو أحد المسلمين اليابانيين المتواجدين في قطر خلال مونديال كأس العالم. بالإضافة إلى حضوره لدعم المنتخب بلاد الشمس المشرقة، لديه أيضا مهمة يعني لتعريف مشجعي كرة القدم اليابانية بالإسلام. وفي حديثه مع جلوبال هجرة عربية قال سوجيموتو إنه التقى بنحو 220 مواطنا يابانيا واصطح بهم لزيارة المساجد في الدوحة، وفي الوقت نفسه يقدمهم صورة دين الإسلام. So basically they do not know the definition of Islam. So I have to tell them that Islam means the submitting ourselves to Allah and to gain peace. So this is also rather surprise for them, and it is very interesting to know the meaning of the definition of Islam for them. وأوضح سوجيموتو أن اليابانيين الذين التقى بهم كانوا إيجابيين للغاية تجاه الإسلام، بل إن هناك من واطأ بيت الله لأول مرة ينجذب على الفور ويريد معرفة المزيد عن الإسلام. قال سوجيموتو الأكثر إثارة الاهتمام أن هؤلاء اليابانيين كانوا متحمسين عندما علموا أن وراء تعاليم الإسلام لها حكمة وسبب معين ورائها، كما أنهم سعداء لأن نظرتهم السلبية للإسلام تغيرت على الفور حين زيارتهم إلى المسجد. Before they are coming there, the first impression was that the Middle East is a place of a scary and dangerous place. That is what mass media portrays. However, the reality is different. So that's why now they change their perspective, the perception of Islam. And generally speaking, that's why people's image, the perception of Islam in Japan is quite negative. That is related with terrorism or something very scary and dangerous place. So that's why we have to do dawa every day, inshallah. سوجيموتو ممتنة لأن اليابانيين الذين يزورون المساجد في قطر يظهرون الحماسة لجمال الإسلام الحقيقي. إذا كان لديهم التحيز ضد الإسلام من قبل، لكن أرض قطر شاهدة على هذا الدين المقدس في الحقيقة أنه دين يدعو أمتها إلى الرخاء والسلام دائما. حسب ما وردت الأخبار أن مئات من غير المسلمين بدأوا في اعتناق الإسلام خلال مونديال كأس العالم الأخيرة في قطر. كما ذكرت جلوبال الهجرة العربية في الأسبوع الماضي أن هذا الحدث العالمي يعتبر أنه ينجح في الترويج للقيم الإسلامية لمجتمع العالم. اليابانيون الذين زاروا مسجد كترا في الدوحة لهم تفسيرهم الخاص بعد رؤية القيم المحمودة والفضائل التي يبرزها الإسلام، بالإضافة إلى رسالة السلام التي يطبقها الدين الحنيف. في اللقاء صرح البعض من 120 يابانيا غير مسلمين عن اهتمامهم بدين الإسلام. هناك من يريدون المزيد لمعرفة بهذا الدين، ومنهم بالفعل لديهم القليل الفهم عن دين الإسلام، بل ممن فتحوا قلوبهم لاعتناق الدين الحنيف. そう、理解っていうのはやっぱり必要だと思うので、もうちょっと知識を得たいなと。はい。大変わかりやすく丁寧に説明していただいて、非常に良かったです。はい、ありがとうございました。本当にすごいイスラム教に、イスラム教っていうか、宗教自体に関心を持ってた。入った時というか、そういうのかもしれないですけど、こう皆さん勧誘って来てば、すごい説明してくれて、なんか借りたくない、借りたくない、借りたいじゃないですけど、なんかちょっと
宗教に対するイメージが変わりました。あまり日本ではこうイスラム文化みたいな、イスラム教とか触れることはなかったんですけど、よくお話たくさん聞けて、こういうイスラム教もすごくいい宗教だなっていうふうに思いました。ありがとうございました。